أسعد الأوقات. بهذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية تحميل فيديو مسجل مسبقا إلى قناة اليوتيوب. طبعا أول شيء ننتقل لليوتيوب عن طريق مثل ما تعلمنا في المحاضرات السابقة، أما نضغط على النقاط التسعة ونختار يوتيوب من الكلاس روم إذا كنت بالكلاس روم، أو إذا كنت بالجيميل عن طريق أيضا النقاط ذن التسعة وهذا الاختيار، أو youtube.com. راح أنتقل، طبعا أنا أوريدي داخل بهذا الحساب مثل ما تشوفون وهذه الأيقونة. هسه أنا إذا أريد أرفع حساب على اليوتيوب، العفو أرفع فيديو على اليوتيوب، هذه العلامة أنا هسه بالهوم سكرين مثل ما تلاحظون youtube.com، يعني بالواجهة الرئيسية اللي تظهر لي، سواء من أنتقل من هذه الحالة أو بهذه الطريقة وأني بالجوجل، أو عن طريق www.youtube.com. أضغط على هذه العلامة، علامة الفيديو. إذا عندي فيديو already موجود راح أختار هذا الخيار Upload File. أوكي، Upload File، Get Started. أوكي، هنا يسألني تريد تبقى بنفس الحساب هذه على هذا الحساب حسن كاظم حسن، أو اسم أستخدم اسم آخر. أنا طبعا أختار هذا نفس الحال، يعني يقول لي تبقى على اسمك نفسه لو تغير، أنا راح أبقى على هذا الخيار، راح أنتظر يحمل، يأخذ فترة، طبعا يعتمد على سرعة النت، كل شيء مربوط أكيد يعتمد على سرعة النت. أوكي، يبدو أنه يأخذ وقت، راح أوقفه لحين يكمل التحميل. طيب، حمله للصفحة هذه. هنا مثل ما تشوفون إذا أريد أستخدم للبروفايل، يعني معلومات الشخصية، إذا أريد أعدلها، إذا أريد عندي ويب سايت وأضيف هنا اللينك الخاص بالويب سايت، فيسبوك، صفحة خاصة بي، تويتر، إنستغرام، يعني أنا طبعا راح أختار أما أمليهم وأنطي سيف عند كنتينيو أو سيت أب ليتر. طبعا راح أعطيهم سيت أب ليتر. هنا مثل ما تشوفون حضراتكم، هنا طبعا أكو بعض الأمور الإضافية اللي أقدر أنا أضيفها، مثل أخلي اليو آر إل، يعني القناة الخاصة بي. الآن القناة الخاصة بي مثل ما تشوفون هذه الأرقام العشوائية، اللي يريد يبحث عن قناتي مثلا لازم عنده هذه المعلومات، لكن أنا أقدر أغير هذه القناة خاصة. فعموما هذه معلومات، يعني أمور إضافية أنت تعدل عليها بعد. طبعا بالمناسبة حتى تبدي تعدل على القناة يراد لك أنه هي صار لها أقل شيء 30 يوم، وأقل شيء عندك عدد من المشتركين 100 فأكثر، يلا تقدر تحصل على يسمونه يعني مثل تخصيص يو ار ال، يعني يكون لك هنا عنوان مخصص بدل هذه الأرقام اللي دش، بدل هذه الحروف اللي تشوفوها، هذه اللي بعد آخر سلاش، هذا آخر سلاش هي اللي بعدها. أوكي، أنا راح أرفع فيديو الآن، أعطي أبلود فيديو، راح ياخذ وقت بيم يضبط حتى ينقلنا للصفحة اللي عن طريقها راح أختار أبلود. أوكي، أحتاج أوقف، أنا راح أوقف بين فترة وأخرى حتى لا يكون عندي وقت فيديو بدون شرح مثلا. طيب، حملها للصفحة، هنا راح أختار مثل ما تشوفون راح تطلع لي هذه الواجهة. هنا أنا أما الفيديو اللي أختاره أزغر مثلا هذه الواجهة وأختاره دروب أند دروج، يعني بهالطريقة أزغر، هذا تشوفوها الشاشة صغيرة، وهذا الفيديو مثلا اللي داري دا أحمله دروب اند دروج، هذه طريقة، أو من الطريقة التقليدية أنه عن طريق يسمونه البراوزر. هنا الفيديو الخاص بي هو ترايل.
حمل الفيديو مثل ما تشوفون سريع. طبعا هذا فيديو كلش صغير للأغراض التعليمية، يعني على مود أنشأته على من أجل هذا الشرح، طبعا من أجل هذا الفيديو القصير. هنا تكتب العنوان اللي تريده، وهنا الشرح إذا حاب تشرح عن الفيديو. هنا إذا عندك كانت أكثر من قائمة، مثلا لنفرض أنت تدرس مادتين أي وبي، فأنت تقدر تخلي أما شرح خاص للمادة أي أو بي. هنا إحنا ما عندي أنا أي بلاي ليست لحد الآن، لكن أنت تقدر تنشئهم. هنا يقول لك هذا الكونتنت هو للأطفال، هنا ضروري تختار، إذا ما كان للأطفال تعطي نو. دائما إحنا راح يكون نو الاختيار. هنا الايج ريستريكشن يقول لك مثل هو بعمر معين، احنا ما بعمر معين. هنا يقول لك بمحتوى يتطلب فلوس، دفع فلوس، احنا ما راح يكون يتطلب فلوس او غيره، فما راح نختار اي شيء. هنا اللانجوج اللي يتعدى به، طبعا هذا يفيد حتى يكون بالبحث، اوكي. فاحنا اللغة عربي، فمثلا اذا شخص بمنطقة عربية راح من يبحث يطلع اللي هي تاريخ، مثلا لنفرض انت يا تاريخ نشرته، هذه معلومات تخصها المكان. لنفرض يعني مثلا اني اعد الاغراض جامعة واسط مثلا. هنا allow embedding اطي اوكي صح. publish to subscriber feed يعني اللي اذا يشتركون عندك راح يجيهم notification بهذا الخصوص، اطي صح ايضا. هنا الكاتيجوري يعني تحت يا تصنيف تريده يا تبويب، هل هو فيلمز ترافل كوميدي، انا اختار education. بعد ان تكمل تعطي نيكس. طبعا هنا بعض الامور المتقدمه اللي يشتغلون بالقنوات يعني على اليوتيوب يضيفون مثل لوجو خاصه بهم او كارتس او بعض الامور، يعني امور متقدمه ما راح نحتاجها نخليها على نيكس. هنا الاهم من نوصل مرحلة الفيزيبوليتي، يعني من اللي راح يشوفه، تختار public. اوكي اذا اختاريت private، هذا البرايفت راح يكون صراحة راح يكون يعني شلون ما حد يقدر يوصل له، فقط انت توصل له، فهذا ابد لا تختاره الخيار. unlisted راح ما ينشرب بشكل ممنهج، انت دائما اختار save or publish، وهنا public هذا الخيار. اوكي بعد ان نتكمل، طبعا اكو خيار لاخ، ما عندنا اي خيار لاخ نعدل عليه، ننزل جوه، خاف فاتنا خيار، ما فاتنا اي خيار، تعطيه ببلش. راح ياخذ وقت. هو شوفوا مثل ما تشوفون finished processing، متى ما تظهر لك علامة finished processing معناها هذا already انشر. طبعا يطلب من عندك اذا تحب تشير اللينك، احنا طبعا انت اذا تريد الشير على قناة مثلا لنفرض تريد الشير على التليجرام، تاخذ هذا اللينك تختار، بعد ان تختاره طبعا بالماوس تختار رايت كليك عليه كوبي لينك او كوبي لينك ادريس اثنينهم سويه. واذا كان عندك قناه تليجرام انت مثلا او مثلا على جوجل كلاس روم، تروح للجوجل كلاس روم. لنفرض اني هسه عندي هذا الكلاس روم، اروح للكلاس روم واشيره هذا الفيديو، اشيره مثلا طبعا اذا كان هو يخص للطلاب، اوكي انا اريد انشره للطلاب. راح هنا انا طبعا هسه ما عندي كلاس روم، لنفرض هنا انا بسهوله كرييت كلاس روم. اوكي هنا عشوائي برد هذا حتى اشوفكم على السريع كيف ينشر، وهذا نشر الفيديو. طبعا الفيديو راح يكون اكيد موجود على اليوتيوب، هذا الفيديو طبعا تشوفون هنا تفاصيل الفيديو، من اللي يشوفه الكل يشوفه. طبعا انا التعليقات دائما اوقفها، ما اريد التعليقات يعني، لان التعليقات لازم اذا تنشئ تعليقات صراحة لازم ترد عليها، وبما انه احيانا واحد ما عنده وقت مثلا لكتشر محتوى material. اوكي هذا الماتيريال يوتيوب، عبارة عن يوتيوب، او حتى اذا لينك عادي تخليه. اوكي هذه طريقة مثلا كيف تنشر محاضرتك اللي رفعتها على اليوتيوب طبعا على الكلاس.
نفسهم، تشوفون هاي وكأنما الآن أني نشرت للطلاب. خليني فقط أعدلها للكتشر 1، أختار التوبك لكتشر، سيف. مثل ما تلاحظون حضراتكم وكأني رفعت هذه اللكتشر HGG، هذه رفعتها للكتشر للكلاس الخاص بي واللي هي عبارة هذه الترايل. هي هسه إذا تشوفون راح أضغط عليها، مثل ما تشوفون حضراتكم هي عبارة عن محاضرة فيديوية، أوكي. لكن أنا أفضل أشوفها عن طريق اليوتيوب، أكو خيار هنا لازم يطلع لي، أوكي، خيار إنه طبعا ياخذ وقت حتى يحمل. مثل ما تشوفون هي طبعا هاي اوريدي انحفظت المحاضرة. هسه اذا تشوفون حضراتكم شوفوها هذه المحاضرة ايش قد المدى، شوفوا عبارة عن 6 ثواني، اوكي. شوفوها حضراتكم رفعت لي على اليوتيوب. طبعا هاي اذا تشوفون هنا انا داخل الكلاس روم اقدر اشوفها واقدر اضغط. شوفوا حضراتكم هنا انا اضغط على اليوتيوب راح يحولني على اليوتيوب مباشرة، يعني اشوفها من اليوتيوب. اقدر مثل ما تشوفون حضراتكم الشاشة تكون واسعة، اقدر اني اوكي. بقى شغلة مهمة كلش على اليوتيوب، هذه طبعا راح تقدر تبث مقاطع اللي هي تكون مثلا ضمن حدود أكثر شيء 15 دقيقة، أما إذا كانت أكثر من 15 دقيقة فضروري جدا جدا تروحون لهذا الخيار. مثل ما تشوفون حضراتكم إحنا هنا بالهوم سكرين نروح لهذا الخيار اللي كرييت، نفس الخيار اللي رفعنا من عنده الفيديو. إحنا اختارينا أبلود فيديو، هالمرة نروح للجو لايف، يعني وكأنما أريد أبث مباشر. هو هنا ايش يقول لي؟ يقول لي ما متوفر لك، بعدين حولني هنا. هنا شنو؟ هاي كلش مهمه، تختارون حتى تبث لايف، حتى تعطيك صلاحيه انه انت تبث فيديوهات مثلا اكثر من ربع ساعه، يعني لنفرض محاضره ساعه او اكثر من ساعه، اوكي. يعني بصراحه انا جربت حتى لحد ساعتين ونص، لحد تقريبا 3 ساعات عادي، ما واجهتني مشكله. لكن شنو؟ بعد ان فعلت هذه الخاصيه انه هي مثل ما تلاحظون اختاريت من هذا الخيار الجو لايف وحولني لهذه الواجهة الآن عليها. هنا اختار البلد عراق. طبعا هو ايش راح يطلب من عندي؟ راح يطلب من عندي يتأكد انه انا فعلا دا ابث من العراق. فشي اختار من عندي، شي يريد من عندي؟ يريد من عندي رقم فعال، رقم تليفون فعال. فانا اختار تيكس مي فيريفيكيشن كود، هنا تسجلون رقمكم العراقي، اوكي. مثلا هذا الرقم، خلينا هذا الرقم العادي، سجل هذا الرقم، تعطيه سبمت، راح هو يدز لك رساله لهالرقم. طبعا هنا اعترض عليه يقول لي there was a problem sending a verification code to this number, please enter different phone number. يعني لان هذا هو للتوضيح، مثل ما تشوفوا رقم وهمي، ماكو رقم هيك يعني متسلسل. فانتم شو تسوون؟ تدخلون رقمكم الاصلي الحقيقي وتطوه تيكس مسج، تطوه تدخلون هنا الرقم الاصلي، تطوه سبمت. هنا ايش راح تتحول؟ المفروض ما تطلع لكم هذا الرساله الخطا، يطلع لكم حقل بالكود، راسا يدز لكم الكود. تدخلون الكود، تطوه كونفيرم، تنتظرون 24 ساعه، يعني مثلا هسه الساعه لنفرض 10:58 دقيقه، ثاني يوم بال 10:58 دقيقه راح شركه جوجل تفعل لك الخاصية رفع الفيديوهات اللي يزيد المدة مالتها، مدة التسجيل عن 15 دقيقة. يعني صراحة أنا جربت الحد 3 ساعات تقريبا، وأعتقد يعني عادي تقدر يعني 4 ساعات 5، بس أكيد إنه كل ما يكثر الفيديو يكون يعني أنا أتوقع 3 ساعات كلش كلش كافي وكلش كلش هواي يعني، أوكي. فأتمنى يكون هذا الفيديو مفيد ويساعد الزملاء على رفع محاضرات
على اليوتيوب حتى تكون سهلة للطلبة القراءة عليها، لأن مثل ما تعرفون اليوتيوب يدعم باندوث كبيرة، يعني الطلاب يقدرون الطلاب يشوفون اليوتيوب بسهولة، مو مثل إذا أنت رفعت اللينك يحتاج له وقت يا الله ينزل، واحتمال إلا ينزل الرابط، لكن الفيديو هو يدعم قابلية المشاهدة أونلاين. يعني إن شاء الله مفيد لكم هذا الفيديو، وشكرا لحسن الاستماع.